محمود الخطيب، احب اطمن حضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب الحمد لله الحاله الصحيه في تحسن كبير، والامور الصحيه بفضل الله بفضل الله الامور بشكل يعني جيد جدا. كان تعرض لدور برد شديد، وهو كان كورونا فعلا، يعني الاطباء قالوا كورونا، وكان قلب معاه بحساسيه شديده على الصدر، كان يعني خضع لبعض الجلسات للبخار والاكسجين وبعض الادويه الكتير. الحمد لله الامور دلوقتي تحسنت بشكل كبير، ومن الممكن والمحتمل بشكل كبير باذن الله كابتن محمود الخطيب هيسافر امريكا ويكون متواجد في قرعه كاس العالم للانديه. ده خبر بحب اقوله لحضراتكم من الاخبار المفرحه والاخبار الجيده، تواجد الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره وبتاريخه الكبير انه يكون متواجد في حدث كبير، متواجد في النادي الاهلي، وايضا من المقرر ان يكون موجود معاه المهندس خالد مرتكي.